وإلى العراق، حيث قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومة بلاده تسعى لفتح قنوات الحوار مع القوى الفاعلة في المنطقة، وذلك لوضع حد للخلافات فيما بينها وعدم استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات من خلال جمع الأطراف على طاولة حوار واحدة. وأشار حسين خلال مشاركته في منتدى الباخ للأمن والتعاون والذي عقد في النمسا إلى جهود الحكومة العراقية لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وبهذا الاتجاه الذي حظي بمشاركة عدد من قادة دول الجوار، واتفق الجميع على دعم العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا ليأخذ دوره الحقيقي كلاعب مؤثر في التوازن الإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على 3 إرهابيين في العاصمة بغداد، وفي بيان للخلية أكد أن مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد تمكنت بعد تنسيق استخباري عالي المستوى من إلقاء القبض على متهمين اثنين، أحدهما في جانب الكرخ. من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين خلال هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على قرية في محافظة كركوك.